اللعيبة الموسيماني يعرف يتعامل معاها صحيح، نفسيا كمان. بتفق معاك جدا جدا الحقيقه، وده اللي كنت بقوله لك في اول حلقه، انه بيتسو ماتسوميني مميز جدا جدا على مستوى التعامل مع اللاعبين، بيقدر بيعرف يتعامل معهم نفسيا بشكل جيد، بيقدر يخلق فرصه انه اللاعب يقدر يبدع ويطلع اقصى ما عنده في الملعب، خاصه ان اللعيبه في مصر دلوقتي اصبحت الحقيقه متخوفه شويه من الكورونا ومن الاصابات ومن يعني حتى حاله الزهق والملل من عدم وجود جماهير في المدرجات. هو موسم اصلا كان صعب، يعني هو موسم استثنائي وقعدوا فتره كبيره اللعيبه بعيد عن الكوره وعن التدريب، يمكن نتكلم في 4 شهور، تغيير مدربين، يعني كل ده اكيد بيأثر على اللاعب، فانه يبقى في مدرب قادر يتعامل مع اللعيبه بطريقه نفسيه صحيحه ده بيفرق جدا بنسبه 60-70%. انا عايز اقول لك ان بيفرق بالفعل مع اللاعب المصري تحديدا بنسبه 60-70%، انك تقدري تطلعي اقصى ما عنده وهو مرتاح وبيدي داخل الملعب وهو مرتاح، ودي بتفرق كتير جدا في الاداء، وده شفناه على لعيبه كتيره في النادي الاهلي، منهم قفشه كنا بنتكلم عنه، حسين الشحات كمان الفتره الاخيره مميز جدا، اجاي مروان محسن اللي اتمنى ان شاء الله انه يعود بقوه اكتر من كده، ان مروان الحقيقه من المهاجمين المميزين جدا، ولكن الحقيقه للاسف ظروف الاصابات وظروف ابتعاده شويه عن التهديف بتفرق معاه نفسيا شويه. مروان لعيب كبير وعنده خبرات كتيره، اتمنى وفي الفتره الاخيره كان مروان بيأدي بشكل كويس، بشكل مميز جدا، يعني يمكن دي نتيجه التعامل النفسي اكتر من متسوميني مع اللاعبين. لاعبي الزمالك احنا مش هنقدر ننكر ابدا ان لاعبي الزمالك الفتره الاخيره نادي الزمالك ماشي بشكل جيد، عنده بعض اللاعبين حتى على مستوى المنتخبات يعني بن شرقي وزيزو ومصطفى محمد ماشيين بشكل جيد، ولكن النادي الاهلي دايما بنتكلم عن انه في المباريات الحاسمه والبطولات الحاسمه دايما النادي الاهلي بيكون كعبه اعلى شويه، بيكون فرصته اعلى شويه في الروح، بتفرق كتير جدا جدا مع الاداء، اصرار اللاعبين هيفرق كتير جدا جدا اصرار في هذه المباراه. احنا بقى لنا فتره طويله ما حصلناش على البطوله دي، 2013 بعيد عن النادي الاهلي انه يقعد او كتير عن النادي الاهلي، 7 مواسم ما يقدرش او 7 بطولات ما يقدرش النادي الاهلي ما يحصلش عليها، 3-4 بطولات ما يحصلش النادي الاهلي عليها، وبالتالي مهم جدا جدا للاعبين والجهاز الفني وكمان مجلس اداره النادي الاهلي انه يحصل على هذه البطوله في هذا التوقيت، في هذه المباراه الاستثنائيه زي ما تفضلتي وقلتي، لانها مباراه هيشوفها كل الوطن العربي وافريقيا كمان. اتمنى ان شاء الله النادي الاهلي يكون باذن الله في هذا اليوم، لان هتفرق كتير جدا حاله اللاعبين تكون جيده، التجهيز النفسي مع البدني والفني بيفرق كتير جدا جدا في هذه اللقاءات. شايف ازاي التشكيل الافضل بالنسبه للنادي الاهلي من وجهه نظرك؟ طبعا يعني اتمنى ان شاء الله ان انا نصل للمباراه ان شاء الله بدون اصابات او بدون كورونا ان شاء الله، يعني اعتقد انه الشناوي لا خلاف عليه، هيكون ناحيه الشمال علي معلول، هتكون ايمن اشرف، ياسر ابراهيم، اعتقد هم اجهز اثنين في هذا المكان في قلب الدفاع، هيكون محمد هاني بالتاكيد ان شاء الله، يعني هو خلاص ابتدى عدل التدريبات. في خط الوسط هيكون السوليه واليو ديانج، والثلاثي اللي تحت مروان هيكون قفشه وحسين الشحات واجايه مع مروان، اعتقد ده التشكيل الامثل للنادي الاهلي والافوق في هذه الفتره والاجهز من الناحيه الفنيه والبدنيه كمان على مستوى المباريات في الفترات الاخيره. يمكن في بعض اللي من الناحيه الفنيه شويه اعتقد متسوميني بيسعى جاهدا الفترات الاخيره ودايما بيلعب على ده، انه بيدرس الخصم بشكل او المنافس، بلاش الخصم دي، بيدرس المنافس بشكل كبير جدا، بيعرف نقاط الضعف والقوه فين. بالتاكيد هيكون في رقابه لبعض اللاعبين في نادي الزمالك على مستوى الناحيه الهجوميه، ودي اللي عايزه اضيفها شويه ساره، انه مع فايلر كان في استحواذ بشكل كبير جدا للاعبين النادي الاهلي، بتسوميني بيلعب بشكل هجومي، وده شفناه في كل مباريات النادي الاهلي سواء في الدوري او في بطوله دوري ابطال افريقيا، الطريقتين دول بيكملوا بعض، انك تقدري تستحوذي وتلعبي بطريقه هجوميه، دايما الفرق بتقع في اخطاء دفاعيه كتير لما بتكوني بهجم كتير وبتقابل او بتواجهي منافس قوي بيكون في اخطاء دفاعيه، اعتقد ان بيتسو متسوميني حريص على دي جدا، وبيمرن لاعبي النادي الاهلي بشكل كبير جدا على ازاي ندافع ونهاجم بنفس الكثافه، كثافه عدديه
كبيره في خط الدفاع، كثافه عدديه كبيره في خط الهجوم، وده اللي بيدي التوازن الكبير جدا والبالانس اللي بيخلي النادي الاهلي مسيطر بشكل كبير اثناء المباريات، وبيدينا كمان عدد كبير من الاهداف. هنتكلم على بطوله الدوري 71 هدف، ودي اعلى نسبه تهديف او يعني افضل خط هجومي. كمان دخل مرمى النادي الاهلي 8 اهداف في بطوله الدوري، يعني هي الاطول واعتقد والشق جدا جدا بطوله الدوري هذا الموسم، وبالتالي قدر النادي الاهلي انه يعمل البالانس ده او التوازن بين الناحيه الدفاعيه والهجوميه.